احمد عشان يطمننا على كل كبيره وصغيره زي ما احنا متعودين معاه حصلت في مران الاهلي اليوم. مساء الفل يا كريم. مساء الفل عليك يا كابتن ميدو، وكل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك اهلا بيك. يعني طمننا على اللي حصل في مران. اتفضل اتفضل. يعني كالعاده طبعا يا كابتن ميدو، استعدادات قويه ومكثفه لفريق النادي الاهلي. يمكن النهارده تدريبين يا كابتن ميدو، كان تدريب صباحي للمستبعدين وتدريب رئيسي واخير على ملعب مسار السيتش في تمام الساعه الرابعه عصرا. لكن عايز اطمنك في البدايه على التدريب الصباحي اللي كان ظهور مميز جدا لعلي معلول ومحمود متولي. انا يمكن بخص الاثنين بالتحديد لان خلاص مرحله الاصابه الفتره الماضيه خلاص انتهت بالنسبه لهم، ايام قليله جدا. في تاني على علي معلول بالتحديد وتاني على محمود متولي الدفع بيهم في التدريبات وفي المباريات الرسميه. لكن بشكل عام يا كابتن ميدو زي ما باكد لك اقول لك اثنين ظهروا بشكل رائع ومميز جدا، بجانب طبعا اللعيبه اللي كانت مستبعده. انا عايز قبل ما اتكلم معاك عن التدريب بشكل عام نقول القائمه يا كابتن ميدو. يمكن القائمه لسه خلاص طالعه من لحظات قليله جدا، 19 لاعب بيستعين بيهم مستر رينيه بايلر المدير الفني النادي الاهلي في هذه المباراه، الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، احمد فتحي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، محمود وحيد، محمد هاني، اليود يانج، عمرو السليه، رمضان صبحي، حسين الشحات، وليد سليمان، وليد ازارو، مروان محسن، سعد سمير، ومجدي قفشه، واحمد الشيخ. تمام. كان المفروض طبعا كان يكون متواجد ياسر ابراهيم وحسام عاشور كالعاده طبعا في القائمه، لكن في التدريب يمكن للاسف اشتكى من بعض الالام كده في العضله الضمه بسيطه. ان شاء الله تكون لياسر ابراهيم فضل الجهاز الطبي ان ما يبقاش فيه استكمال للمران مباشره غادر التدريب. وبجانبه حسام عاشور اللي عنده نزله برد شديده شويه منعته النهارده في المشاركه في التدريبات بشكل عام سواء تدريبات فرديه او جماعيه، ادى تدريبات بسيطه جدا في الجيم. فيتبقى طبعا 19 لاعب في هذه القائمه بجانب المستبعدين اللي كانوا متواجدين صباحا، محمود متولي، عمار حمدي، حسين السيد، صالح جمعه، جيرالدو، وعلي معلول. لكن بشكل عام التدريب النهارده طبعا اللي بدا في تمام الرابعه عصرا، المحاضره كانت داخل غرف خلع ملابس محاضره فيديو كالعاده مستر رينيه بايلر، مميز جدا الحقيقه يا كابتن ميدو في الفتره اللي فاتت في قراءاته لنقاط القوه والضعف للفرق المنافسه. يعني من خلال رؤيتنا للتدريبات التشكيل بيكون في مهام معينه للاعبين، بيختار العناصر بشكل مميز جدا طبقا للرؤيه وطبقا للمرحله وطبقا للمباراه. فان شاء الله باذن الله تكون مباراه الحرس غدا ان شاء الله باذن الله في تمام السابعه ونص على استاد القاهره تكون خطوه جديده للنادي الاهلي نحو الانتصار واسعاد كل جمهور النادي الاهلي. النهارده التدريب نقدر نقول كالعاده كله خططي، التدريب اللي يسبق المباراه كالعاده طبعا انت عارف احد نجوم فريق النادي الاهلي كابتن ميدو، الجزء الاخير في التدريب بيكون خططي، الراجل بيحاول ان هو ياكد على الكروسات، ياكد على عرضيات الشوتنج، التمركزات الخاصه بالمدافعين بالمهاجمين، كل الامور دي بيشتغل عليها بشكل كبير جدا الجهاز الفني بقياده مستر رينيه بايلر. الامور مطمئنه الحمد لله كابتن ميدو، حاله اللعيبه واضحه جدا قدامنا ان في معنويات مرتفعه، في تركيز كبير خطوه خطوه ان شاء الله باذن الله يستطيع النادي الاهلي ان يتصدر بطوله الدوري العام ومنها ان يحافظ على لقب بطوله الدوري العام. انا معاك خالص كمان يا كابتن ميدو لو في اي استفسارات. يعني طمنا على محمود متولي، شايف الامور بالنسبه له بقت كويسه جدا. ايضا علي معلول زي ما انت قلت يا كريم دخل في الفريق خلاص، الامور بقت مطمئنه لحد كبير. ياسر ابراهيم اصابته شخصت ولا لسه؟ يعني عايزين نعرف مداها كانت ايه. لو هبدا معاك معلول ومتولي، يعني النهارده كانوا لافتين للنظر جدا في التقسيمه اللي كانت النهارده متواجده في تدريب الصباح اللي كان الساعه 12 ظهرا. يعني واضح ان علي معلول جاهز بشكل كبير، لكن بقول لك في تأني يا كابتن ميدو، ودي امر مهم جدا يحصل للجهاز الفني والجهاز الطبي. اكيد ان في تأني على اللاعب علي معلول وايضا محمود متولي. يعني محمود متولي كان قال لنفسه اسبوع او 10 ايام يكون متواجد مع التدريب الجماعي، لكن واضح ان هو دخل تدريجيا بشكل مميز جدا مع البرنامج الموضوع من الجهاز الطبي اللي ليه دور كبير جدا ان محمود يظهر بهذه الصوره في خلال الفتره دي. بطمنك عليهم، يعني نقدر نقول بعد غد، بعد مباراه الغد ان شاء الله نقدر نشوف اللاعبين في التدريبات الجماعيه. محمود متولي ممكن ما ياخدش جرعه كبيره في التدريبات، لكن هيشارك في التدريبات الجماعيه، وايضا علي معلول مباراه الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله اللي هتكون عقب مباراه الحرس بنسبه كبيره جدا علي معلول ان شاء الله يكون متواجد في القائمه ومنها ان شاء الله في التشكيل الاساسي باذن الله. الكل زي ما بناكد يا كابتن ميدو، يعني ياسر ابراهيم يعني لسه الترخيص طبعا مبدئيا الناس قالت شد بسيط جدا في العضله الضخمه، لكن اكيد هيتعمل اشعه غدا باذن الله صباحا، هيتم تقييم الحاله الطبيه بالنسبه لي ياسر ابراهيم ان شاء الله تبقى بسيطه باذن الله يا كابتن ميدو وما يطولش فيها، لان العضله الضخمه يعني بتاخد وقت شويه، لكن ان شاء الله باذن الله تكون بسيطه يا كابتن ميدو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دايما مميز يا كريم ودايما بتغطي على احسن ما يكون. بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله في مباراته امام حرس الحدود في السابعه والنصف زي ما قال كريم على استاد القاهره. قال لنا القائمه كمان وان شاء الله يكون علي معلول